شو رأيك بإجراءات الكورونا اللي بالمخيم؟ فيش إجراءات. يعني الوضع كتير في استهتار، يعني بتلاقي العالم ماشي ولا هممها ولا بتسأل على شيء، لا في التزام، لا في بنات مين دايري بلا على حالة، عشقات أولاد بالشوارع، لا الناس عايشة حياة طبيعية. يعني ما في إنه إجراءات، خليني أقول بشكل جدي، يعني هل كنا هلا على المقبرة بعزها عادي، الناس موجودة. يعني رح يصير في كارثة بالمخيم، فيش عندنا مستشفيات، إحنا وما عندنا شيء، يعني ما عندنا، مخيمنا صغير، يعني رح تصير كل المخيم رح يصير مع كورونا إذا ما التزمتوا بالقوانين. صار في تفشي للفيروس، الناس راح تموت ببيوتها، ما في حدا ينقل حدا على المستشفى، حتى بالمستشفيات ما في أسرة، وهذا الشيء الناس عارفيته. يعني إذا صار في عندنا حالات حرجة، ويعني بنشوف إحنا الإخوة اللبنانيين مش ملاقين أسرة تعناي، فإحنا وين نروح؟ يعني طلب الناس أنه تنضب ببيوتها. والله الشاب ولا الزلم اللي بده يحافظ على حاله بحافظ على المجتمع كله، مش بس على حاله، عشان هيك كل واحد يحافظ على حاله، عشان في عنده أخو أو أم أو أبو مريض لازم يحافظ عليه. شو بدنا نقول له؟ منقول له تلزم، كل واحد غرضه يجيبه يحطه اللي بده إياه، يجيبه يلزم، يلبس كمامة، يطلع ينزل، يأخذ حذره من جميع الجهات، مش غلط. الناس مسنين كبار بالعمر، في ناس مع أمراض، في ناس هيك، يعني ما يستهتروا، والله يبعد عننا الوباء. نحن الشعب الفلسطيني لازم نلتزم بالمخيمات عشان حفاظنا على نفسينا كمان.